أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجائز قدر 4 أصابع من الحرير طولا أم عرضا؟ طراز، المراد الطراز، لا يزيد عرضه عن 4 أصابع عرضه، وبعضهم يقول حتى طوله، لكن الواضح والله أعلم أن المراد عرضه لا يزيد على 4 أصابع. نعم. أحسن الله إليكم. وبعضهم يقول ما مجموعه، لو جمع من الثوب ما يتعدى 4 أصابع، ولكن كل هذه أقوال، والله أعلم أن المراد أن الطراز ما يزيد على 4 أصابع عرضه ولو زاد طوله. نعم، لأن الثوب طبيعته يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى زيادة. هو الجيب 4 أصابع فقط؟ الجيب أوسع من ذلك، فروج الفراء أوسع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. البشوت اللي تطرز بالحرير أوسع من 4، يعني طول أوسع طولها من 4 أصابع، أما العرض نعم. نعم.